ايه اللي انت معرفتوش؟ نص في مجموع القاعدتين في الارتفاع، ماشي. السؤال بتاع شبه المنحرف ده صح، ماشي. نص في 5 زائد 7 في 4. انت عاملها في 4 ولا في 3؟ ماشي، صح كده، سايبه. انت كده انا شايفاك عامل ده وعامل ده وعامل ده، صح كده؟ انت عملت ده وده وده وده، صح؟ أيوة أكمل وده، بس في صورة تانية بقى دي اللي هو سؤال 5 ده أنا ملحقتش أعمله. ملحقتوش ولا مش عارفين اللي هو ده، لا ملحقتش، اللي هو التشابه. طب احنا بنعمل ايه يا احمد في التشابه؟ تعالى كده ومليني كده، ماشي. انت شفت الخطوات اللي انت عاملها، تعملها لي كده في الامتحان. بس انا ليا بس تعليق واحد، نعمل كل سؤال في صفحة، اتفقنا؟ يعني ما نجيبش حتة من السؤال اللي ورا مع حتة مع السؤال الجديد. تمام. ده التشابه يا احمد. خلاص هنحل دلوقتي التشابه، واللي تحت ده اقليدي. اول حاجة التشابه، بنعمل فيها ايه؟ اول حاجة عايز يثبت ان في تشابه ما بينهم، سنانس هنكتب زي ما انت ما قلت معطيات مطلوب، بعد كده بقى برهان. عايزين نحل السؤال ده، في اهو ده بيوازي ده، يبقى لازم هستفيد من التوازي، نشوف ده حرف ايه اللي موجود. فيني ميس اه ده بيوازي ده اهو، يبقى ده حرف ايه؟ اف ولا زد ولا يو ولا ايه؟ امسحه اهو، اهي الرسم. بص، في التشابه كله يا احمد هتلاقي هما رسمتين اهو اهو، ويجي يقول لك اثبت ان في تشابه، ولازم يجيب لك ان ده بيوازي ده، ويجيب لك في زاويتين زي بعض، تمام. انا بعمل ايه يا احمد؟ بص، دايما هتقول ان اللي هنا بتساوي اللي هنا، يعني مثلا لو دي ب يبقى هتساوي قياس زاوية 2. اهي دي بتساوي دي، يبقى ب بتساوي قياس زاوية 2 دال دال، وهنا جيم هتساوي قياس زاوية 2، ايه هي يبقى دي بتساوي دي، يعني ألف وهتقول هنا بتساوي ه وجيم بتساوي دال. بس، وهتقول ان زاوية ألف زاوية مشتركة. يعني ايه كلمة زاوية مشتركة؟ يعني موجودة مع الاتنين. خلاص انت كده ثبتت التشابه. بعد كده بقى اشد ال3 شروط بقى بتوعي، واقوم حاطة بقى الأضلاع. خلاص كده، طيب ده أول رسم. حط عليه الرسمة التانية، مثلا لو مديني ألف هنا ب جيم د، اللي عكس بعض، يعني تقول قياس زاوية ألف بتساوي قياس زاوية 2 اللي في وشها. مين اللي في وشها؟ مين اللي في وش ألف على طول؟ مش عارف دال مش اللي في وشها هنا، اللي في وشها كده اهو، ده حرف زد تبادل، ده بيبقى تناظر وده بيبقى تبادل. خلاص، يبقى ألف تمام. بتساوي قياس زاوية 2 اللي في وشها. مين اللي في وشها؟ جيم، يبقى قياس زاوية ألف بتساوي قياس زاوية جيم. طب نيجي الناحية التانية، قياس زاوية 2 بقى، دال ب يوصل. بتساوي ما قياس زاوية هنعمل 2 من دول، ايه؟ يعني نعمل دول من دول. ماشي اوكي. ما هو في، ما السؤال ده مقسوم حتتين، لازم اثبت الاول ان في تشابه فاثبت. ماشي، احنا هنعمل دول، ماشي اوكي، من دول. طب وفين فين اجابة ده؟ اثبت ان المثلث ده بيشابه المثلث ده. لأن كلمة احنا اثبت ان نعمل المثلث ده بيشابه المثلث ده، لازم اعمل كده 1 2 3، لازم احط ان في 3 زوايا متساويين عشان يبقى في تشابه. هو مديني في توازي اهو، احنا واخدين في التوازي السنة اللي فاتت حرف زد
وإف ويو. زد تبادل، يعني لو ألف يبقى ألف هتساوي جيم، هي ألف بتساوي اللي في وشها. إف تناظر، اللي فوق الخط هنا بتساوي اللي فوق الخط هنا. دول اللي عندي. طب أنا لازم أثبت أول جزئية من السؤال ده. أكتب أول حتة إيه؟ إن ألف جيم بيوازي إيه دال. أدي أول حتة. بعد كده أقوم عاملة كده، هكتب 3 حاجات، 1 2 3. هتقول قياس زاوية ألف بتساوي قياس زاوية مين؟ ألف بتساوي قياس زاوية ه. لا مش هي، مش اللي تحتها، اللي في وشها. دال، عشان تمام ماشي. ده يبقى قياس زاوية ألف، أدي أول واحدة. قياس زاوية ألف بتساوي قياس زاوية دال. طيب بعد كده قياس زاوية ج بتساوي قياس زاوية ه. قياس زاوية ج بتساوي قياس زاوية ه، وأقوم وأقول كاتبة جنبيهم الاتنين بالتبادل. طب فاضل واحدة في الشكل ده، بنقول إن ألف مشتركة. لا هنا مش هقول ألف، هنا كأنك بتقرا المثلث، يعني المثلث الأول اللي فوق ده اسمه إيه؟ ألف ب إيه؟ مثلث اللي فوق ألف ب جيم جيم، والمثلث اللي تحت ه، مثلث س ب دال. بس بتقول ان دي بتساوي دي بالتقابل بالرأس. يعني هكتب كده قياس زاوية ألف ب ج بتساوي قياس زاوية ه ب د. كأنك بتقرأ المثلث ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتقابل بالرأس، يعني الاتنين في وش بعض. بعد ال3 خطوات دول اقوم كاتبه له اذن المثلث اهو، الف ب ج يشابه المثلث د ب ه، ينتج عن ايه بقى؟ شاد ال3 شروط على الطول. واقوم كاتبه بقى، هتكتب مين؟ الف مين؟ ألف ب الف ب على مين؟ على دال ب برافو. بيساوي وبه مين؟ جيم، به جيم ايش على ب ه. على ب ايه اخر حاجة؟ ألف جيم على دال ه. وهم معوضة بالارقام، اتفقنا كده؟ الارقام تمام بتاعتي واجيب اللي هو عايزه. ايه سهل ولا صعب؟ نظر طيب عايزين نكتب بقى الخطوات ولا نحل امتحان تاني في التشابه؟ نحل امتحان نحل لان انا حليت دي. طب تعالى هنا، دي اول لما تشوفها كده دي على طول نظرية اوكليدس. اول لما تشوف الشكل ده، طب هو طالب مني الف ب، ايه القانون بتاع اوكليدس بتاع الف ب؟ وعايز اول حاجة الف ب. هكتب برضو زي ما انت معامل، معطيات مطلوب برهان، حفظناهم بتوع اوكليد. أيوة يا ميس. طب يلا قول لي الف ب بيساوي ايه؟ ألف ب بيساوي ب س في ب جيم. برافو عليك. بس ما ينفعش اقول الف ب بس، يعني انا قلت الف ب وانت قلت لي مش، لا لازم اقول الف ب اس كام؟ اثنين والمجموع اتنين. اللي يلا هو الجذر قولي بتاعه ماشي، قولي هضرب كام في كام؟ 16 في 25 25. والرقم يطلع اجيب ايه؟ الجذر كذا. بتاعه. برافو ثانية عليك. طب الزاوية اللي بعدها عايز مين؟ عايز لما امسح عايز ألف سين. 16 في 25 عايز أجيب ألف سين بقى. ب 20 يونس أو واحدة ايش؟ ب 20. برافو عليك. 400 والجذر بتاعها 20. صح، برافو عليك صح. يلا عايزة أجيب ألف سين، عايزة القانون بتاع ألف سين. مين في
في قانونين، بس هو جايب لي الاتنين، فهنجيب اللي تحت مش ستاشر. ايوه عشان هو مش مديني دول، يبقى انا اجيب اللي تحت. يبقى دول مين في مين الاول؟ عايز القانون الاول لازم تكتبه. ها سين في سين جيم. سين جي، بس لازم اقول الف سين اس كام؟ اثنين اس اتنين. يلا تقول كام في كام؟ 16 في 9 تسعة. برافو عليك. والرقم يطلع اجيب ايه؟ كده 16 طيب 9. لو انا طلبت بالمرة الف جيم، ألف جيم، ألف جيم أس اتنين تساوي جيم سين في جيم بي. برافو عليك. يعني انا كام تسعة في كام؟ في 25 برافو عليك. 9 في 25. بخمستاشر. برافو عليك. 25 والجذر بتاعها 15. برافو عليك. صح خلاص كده عرفنا اكيد، يعني احنا بنعرف نحلها صح. طيب هنراجع النهاردة برضو. انت عايز تراجع بقى الجبر ولا الهندسة؟ انا ممكن اراجع سؤالين بس جبر، يعني انا هختار سؤالين بس من الامتحان ده. لا المفروض بصراحة عاوز أرجع هندسة قبل. عايز تراجع يعني انت كده في الهندسة تمام؟ انت انهي افضل، الهندسة ولا الجبر؟ هو الاتنين ايه كويس، بس جبر يعني عاوز شوية كمان. تمام ماشي خلاص هنرجع جبر. طب اخر سؤال بس، يعني مثلا السؤال الاخير ده، بص ده برضو على التشابه. هنا هتقول قياس زاوية مين؟ هو اصلا جايب لك قياس زاوية اهو، يقول لك قياس زاوية الف جيم ايه، يعني ألف انت جيم بتكتب دي دال الف بتساوي قياس زاوية مين؟ ب يعني هو قال لك ان دي بتساوي دي، وهتقول له ان زاوية الف زاوية مالها؟ طالما الشكل بيبقى كده يبقى الف زاوية مشتركة. يعني ايه الف زاوية مشتركة؟ اكتب له كده زاوية الف مشتركة. خلاص بعد كده نعمل بقى ده على ده وده على ده وده على ده، اتفقنا؟ طيب السؤال الأخير هو عايز يثبت إن مساحة المثلث د ب ج بتساوي مساحة المثلث ه ب ج، بتجيبها ازاي؟ دال ب جيم ه ب جيم. ده مش تشابه، ايه ده تشابه. ده مش تشابه؟ لا ده تساوي مساحتي مثلثين. بص اول لما تلاقي ده لازم تجيب مثلثين مرسومين على قاعدة واحدة، فانا لازم اجيب من هنا مثلثين مرسومين على قاعدة واحدة. ما هو امتحان العاوز الحد مرسومين شبهه على قاعدة واحدة، ايه؟ اللي هو جايبهم أو اللي هو عاوزهم يثبتهم مرسومين على قاعدة واحدة. طيب مش لا ما قاليش ان النبي... لا القاعدة اللي هي دي دال هي. انا اجيب بقى المثلثين دول اسمهم ايه بقى؟ مساحتين دال جيم بي و ه ب جيم. لا دال جيم هي صح، انت قلت هي صح ماشي، مرسومين على قاعدة واحدة صح كده، ايوه وهي مين؟ انت حالة شبهها. انا كده مصحح ولا مش عارفة انت ليه مش بتوضح لي التصوير. انت كاتب مساحة مثلث ألف ب هي صح، مساحة المثلث يبقى الجيم صح برضو، يا طرح مساحة المثلث
برافو عليك، انت حللها صح برضه، هي نفس اللي انت حللها بالظبط، برافو عليك. صح، برافو عليك، شاطر. ماشي، انت مش محتاج هندسة صح كده؟ نراجع بس القانون كده بسرعة، مساحة المربع بتساوي ايه؟ الو الو أي اسمح بقول لحضرتك في القوانين، بسرعة، طالما انت نص كده عايز مربع طول جبر قطره، فهراجع. نص مربع طول قطره وطول الضلع نص في مربع. نفسه. طيب لو بس عشان انت لو مش عارف المعلومة دي، لو مثلا زي السؤال الخامس كده جاب لك عايز القطر اللي مساحته 50، نجيب القطر ازاي؟ القطر اللي مساحته 50 يعني أحسن هنا مديني المساحة، فاكس المسألة، هنا مديني المساحة ب50 وعايز القطر. عكس المسألة، ماشي يعني هو حلها لي. طيب، قول لي يعني هعمل ايه؟ طول قطر، احنا قلنا نص كاني مربع. بقول لك، كاني بقول لك كام في كام، نص في كام في كام بيديك 50. انا قلت لك طريقة، قلت لك ممكن نضرب المساحة في كام. اتنين بس اضربها في 2 مية يبقى بس اجيب بعدها جذر 100. خلصت جذر 100 نضرب في اتنين ونجيب الجذر بتاعها. خلاص ثانية، كده. عشرة، بس سهلة كده. تمام. طيب الجذر نضرب في اتنين القانون بتاع ونجيب. المعين، قانون معين معين طول قطري مثلا 6 و10، ايه هو قانون معين؟ المعين طول الضلع في الارتفاع ماشي، لو مديني والنص في قطرين، القطر في القطر. نص القطر في القطر، برافو عليك صح، يبقى هنا نص في 6 في 10 صح. يبقى المنحرف طب ليه شبه قانون، ليه قانونين، ايه هم؟ مجموع القطرتين في الارتفاع نص مجموع القاعدة القطرتين في المتوسطة في الارتفاع، الارتفاع، برافو. نص نص مجموع في مجموع القطرين، القطرين ومساحة القاعدة المتوسطة في الارتفاع. مساحة القاعدة المتوسطة في الارتفاع، برافو عليك شاطر، برافو. طب لو انا جبت لك سؤال زي التاني ده نحله ازاي؟ يعني بيقول لك مثلثين متشابهين نسبة ما بين طول ضلعين متناظرين فيها 1 إلى 3، إذا كان محيط الأولاني اللي هو الصغير 15، عايز المحيط الكبير. تاني جاي أهو السؤال، بص كده عليه. مثلث متشابه نسبة بين طول الحية وتلامعين فيهما 1 إلى 3، كم محيط الأول الصغير 15، يعني 15. فإن محيط المثلث الأكبر بص ليها طريقتين، يا اما تعملهم كده 1 إلى 3، والصغير الصغير مين، الواحد ولا الثلاثة؟ الصغير الواحد. فهم حتى تحتها 15 واعمل مقص، يبقى اقول 3 في 15 على 1. او في طريقة تانية اهو، النسبة ما بينهم 1 إلى 3 بتساوي محيط الصغير اللي هو الاولاني بقى 15، وانا عايزة التاني، المحيط التاني برضه هنعمل يعني مقص، يبقى يعني هتضرب 3 في كام؟ هقول له 3 في 15 على الواحد، بس كده، خلاص كده اتفقنا؟ يعني 3 في 15 فيها 45 على خمسة الواحد وأربعين ها؟ خمسة وطريق. وأربعين هي خلاص كده تبقى 45، يعني كده الهندسة تمام. تمام، طب نحل سؤال واحد بس على التشابه عشان اطمن التشابه، بس انت هتكتبه بقى.
ماشي. التشابه اللي هو ثواني كده، دي امتحانات الأزهر لو عايزنا بقى بعتين. لا موجود عندي انا الأزهر بعتها له. موجود عندك فين؟ ممكن ابعتها لحضرتك دلوقتي. ثانية. فين 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 على الفيسبوك؟ هما ده جبر. طيب ايوه صح، ما انا عندي برضه. طيب هو اول سؤال في الشكل المقابل ده، ده ايه ده؟ طالب منك به دال، ثانية. ده عكس عكس في صغر عشان احنا ما خدناش امتحان عكس في صغر. الحلو زي عكس في صغر. وده هندسة، اللي فوق جبر واللي تحت هندسة. تمام مش حلو، ما انا برضو داخله برضو على اللينك برضو. صح، الحكي صح. أميس استنى هبعته لك اهو. اللي هو السؤال الثالث رقم ألف ده عكس فيثاغورس، والرابع ألف، عايزين نعمل دول. يلا هو يعني مش باين الأرقام. أنا هقولها لك، عادي عادي أشوف أنا من السكرين. هقولها لك اللي هو اللي حضرتك عاملاه دلوقتي. طالب مني بهدال، هتجيب بهدال ازاي الأول؟ عايز اعرف بس انت فاهم عكس فيثاغورس ولا مش فاهم؟ اللي هو السؤال ده. لا ده الاول، ده اللي عكس فيثاغورس، ده تحت تحت ده لما اقليدي. نشوف عليه اقليدس، ايه ما بقول ان هو اقليدس. ماشي ده، لا احنا عايزين لفوق عكس فيثاغورس. بص عكس فيثاغورس هيعمل ايه؟ هيجيب لك مثلثين، مثلث قائم ومثلث عايز يثبت ان هو قائم. اتفقنا؟ تمام. يعني هيجيبوا لك بالمنظر ده. ثواني كده، ده إقليدس ولا عكس إقليدس؟ لا مش اقليدس، عكس فيثاغورس هيجيب لك دايما بص مثلثين، يعني مثلا يجيب لك مثلث كده اهو ومثلث تاني كده اهو، ألف ب ج د، ده مثلا بتلاتة، ده بأربعة، ده بخمستاشر، ده باتناشر. هيطلب مثلا منك ألف جيم الأول، هيطلب منك ضلع، بعد كده يطلب منك اثبت إن قياس زاوية ألف جيم د بتساوي 90. ايه الخطوة اللي أنا هعملها؟ لازم استخدم القانونين الأول، لازم استخدم أول حاجة فيثاغورس وبعد كده استخدم عكسها. طب ايه فيثاغورس؟ اشوف الف جيم ده وتر ولا ضلع. طب اعرف منين؟ اشوفه هو قدام الزاويه القايمه ولا لازق فيها، هو هنا الف جيم ده وتر ولا ضلع. جي الشكل مطر. اللي انا لسه وتر، يبقى هجمع ولا هطرح؟ مطر هجمع. مش هنجمع كام زائد كام؟ 3 زائد 4. بس يبقى انا اول خطوة كده هجيب الف جيم، بقول تلاتة قص اتنين زائد اربعة قص اتنين يساوي 25. الرقم هيطلع اجيب جذر، جذر 25 خمسة، خلاص دي كده بقت خمسة. خلاص انا كده حليت نص المسألة. طب ايه يا ميسي النص التاني؟ هلغي المثلث ده واخد المثلث التاني. عكس فيثاغورس كانت بتقولي ايه؟ او لما نيجي نحدد المثلث كنا بنشوف مين الكبير، الخمستاشر ولا الخمسة ولا الاتناشر؟ مين اكبر رقم الكبير فيهم؟ 15. فباخده لوحده، يبقى بقول له الف دال اس اتنين دي لوحدها اللي هي 15 اس اتنين واجيبها، واخد الرقمين التانيين مع بعض اللي هما كام زائد كام.
خمسة أس اتنين واتناشر أس اتنين. زائد، لازم يبقى ما بينهم زائد وعلى طول بنجمع. لازم يطلعوا زي بعض، لازم يطلعوا زي ايه؟ اذا المثلث نعم. قائم. اتفقنا؟ طب تعالى للمسألة اللي انا لسه بعتها لك. بعد كده يجيب الجزر بتاعهم. ايه؟ بعد كده يجيب الجزر بتاعهم. لا، في الأخيرة ما بجيبش الجذر، أنا بربع وأسيبهم. أنا بجيب الجذر في مين؟ لما ببقى عايزة الضلع. أهو السؤال، يلا. وينفع نعمله في الكشكول؟ ماشي. طب ينفع أهو ألف تعمل على اللي هي الصورة عشان أهي، أرسمها؟ أنا رسمتها لك أهو، برسمها لك أهو واحدة واحدة أهي. اهو ده ب 8 وده ب 17. أنا هحاول أرسمها. انت كده كده هترسمها في الامتحان. بص، لما تيجي ترسمها دايما ارسم مثلث اهو الاولاني اهو، اهو كده. هو في مشكلة لما ايوه. ارسم مثلث كده؟ لا ايه؟ لا، بعد كده بقوم مكمل عليه. بس كده اهو، الف ب د. بعد كده أمي كملها تحت كده. اه، خلص خلاص. ده ب 17 حتى لو وده رسمتها ب 8. غلط في الامتحان اكيد المصحح، يعني انا حاولت ما عرفتش ارسمها صح، او ما عرفتش ارسمها صح قوي، اكيد المصحح عارف ان انا حاولت. بس المهم ان انت بس تحاول ان انت تجيب الرسمة شوية. يلا، طالب منك هنا أول حاجة، طالب منك حاجتين. أول حاجة عايز ب د، ثانية ألف 17 دال 8 ب. دي زاوية ايه؟ دي أجيب. دي 12 ودي 9 ودي 8 و17. عاوز زاوية ب د ب مش د زاوية، ده ضلع. اه، ده ضلع. ضلع. شوف، ضلع هقول ولا له وتر؟ انا قلتها، يا ريتني ما كنت قلتها. والله العظيم عارف انه وتر، مش، بس ما انا مش وتر. اتلخبطت. ايه؟ انا اتلخبطت عارف؟ اشوف ب د والله جنب يعني. الزاوية القايمة ولا في وشها؟ ايوه، يبقى ب د ده ضلع ولا وتر؟ كده وتر. لا، مش وتر. الوتر اللي بيبقى قدام دي، قدام ايش قدام بالنسبة؟ اللي بيبقى قدامها ده الوتر. طب لازق فيها اهو. لما ارسم مثلث كده واعمل كده، ده القايمة. اللي لازقين في القايمة اللي هو ده اللي واقف عليه، ده اللي بيبقى ضلع. ده ضلع وده ضلع. الوتر اللي بيبقى قدامها اللي مش لازق فيها اصلا. اتفقنا؟ تمام. يبقى أهم خطوة دي إن أنت تبقى عارف تحدد هو ضلع ولا وتر. ليه؟ علشان على أساسها هنطرح ولا نجمع. لو جبناها غلط بقية المسألة كلها تبقى غلط. فهنا ب د دي إيه؟ بدل ضلع ب 15 امس. هنجيبها ازاي الأول؟ قولي الخطوة بتاعتها. 8 أس 2 ناقص 17 أس 2 بتساوي 25. 225 جبنا الجذر بتاعها ب 15. ماشي، 8 أس 2 ناقص، بس دايما حط ال17 الأول. تلعب ب15 أهي، يبقى دي كده ب15. كده خلصنا أول جزء. من الأول ماشي، كده خلصنا أول جزء. ماليش دعوة لا، بالمثلث ده، ما يلا ينفعش ناخد. أكتب له كده على طول، ما ينفعش أكتب له كده على طول في الامتحان. اللي حضرتك عملتيه غلط، أنا بقيت المدرس أمي. النهارده. ماشي ماشي يا عم، نكتب صح، الخطوات أول بأول. تمام، اوكي، ماشي معاك، صح، انت عندك حق. لازم اكتب ايه طيب؟
هكتب له 8 أس 2 ناقص 17 أس 2 يساوي، هكتب له بقى 8 أس 2 يساوي كام و17 أس 2 يساوي كام. بعد كده هنقصهم من بعض وأجيب الجذر بتاعهم. تمام بس اوكي، أنا حاجة في بس الآلة دايما حاسبة. نحط ال 17، أيوه صح، دايما بس نحط ال 17 الاول. رقم كبير. ماشي تمام كده، خلصنا اول جزء. ناخد تاني جزء بقى اللي هو عكس فيثاغورس. تمام. هنعمله ازاي؟ عكس فيثاغورس. عكس فيثاغورس. اللي هو الدرس بتاع تحديد نوع المثلث هو زيه بالظبط. ونعمل ايه كده؟ انت عندك من جواب المثلث اللي فوق هو عايز يقسم زاوية جيم ب90. انا قلنا بنعمل ايه؟ عندك هنا كام رقم اهو، ناخد الجديد بقى. بعدين ثلاثة ناخد الرقم الكبير بتاعهم ونقوم جايبين 9 وال12، نقول 9 أس 2 و12 أس 2. بعد كده نجيب ماشي، الجذر بتاعهم، يعني ما بعد ما بجيبش اجمعهم جذر. لا في ده ما بجيبش جذر، بسيب الرقم زي ما هو. يعني انت هنا هتجيب اللي هو لوحده. مين اللي لوحده؟ مين ازاي؟ الرقم الكبير؟ 15. في ده يبقى بجيب ب د، يبقى اكتب كده ب د اس 2 بيساوي 15 اس 2. واجيب 15 اس 2 ما اجيبش جذرها. اي لا، لك لما اجي اثبت ان هو قائم ما بجيبش الجذر. انا بجيب الجذر لما ابقى عايزه الضلع. لا انا عايزه اثبت هنا ان مساحه المربع المنشأ على الوتر بتساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على الضلع القائم. عايز اثبت ان المساحه بتاعت المربع يعني اس 2. يعني هنا مش هجيب جذر خالص، يعني انا هجيب 15 اس 2، صح كده؟ بعد كده بقى ناخد الرقمين التانيين اللي هو ب ج اس 2 زائد ج د اس 2 اللي هي كام زائد كام؟ 9 و2 زائد 12 و2. بس لازم يديك نفس الرقم. لا ما ادانيش الرقم، ادان اكبر منه. لا ازاي؟ احنا ننقص ولا نزود؟ لا على طول بنجمع، على طول على طول. طول بنجمع. كده طلعت ب 21. طلعت معاك بكام؟ 21 معاه، عاملها الآلة حاسبة. 21. حبيبي ما بجيبش جذر. يعني قول 9 اس 2 زائد 12 اس 2. اذا كان 9 لوحدها ب 81 و12 144، ازاي 21؟ كده 25. 200 كام؟ 25. صح كده. هات 15 اس 2 هتديك نفس الرقم. فهمت. وصلت كده؟ يعني حتى برضو لو جبنا الجذر بتاعها هيطلع 15. ما احنا مش عايزين نجيب الجذر بقى، ما احنا كده كده عندنا ال 15 هنجيب جذر ليه؟ فاهم؟ مش عايزين نجيب هنا جذور. لا احنا هنا بنجيب مساحة المربع المنشأ على، هتديك عشان يدي نفس الناتج. كان في سؤال يجي يقول لك مثلا ايه ألف ب ب 3 ب انا ج قلت لحضرتك 21 ب 4 جمعت ألف الاثنين ج، بعمل الجذر بتاعهم. انت جمعت 9 زائد 12 بس، صح؟ لا لازم اقول 9 اس 2. كان في سؤال كان بيجي لك كده ألف ج ب 5 سنتي، يقول لك حدد نوع المثلث. يعني ده سؤال عبيط وممكن يجي وفجأة ممكن تتلخبط فيه.
بعمل ايه هنا في حدد نوع المثلث؟ نفس اللي فات، هي دي بقى عكس فيثاغورس. بنعمل ايه في السؤال ده؟ ايه اهو نكتبها. هقول له 5 سنين و5 سنين، تمام، وبعد كده اقول له 3 سنين زائد زائد 4 سنين. بس كده اهو، يعني انا هاخد ال5 اس لوحدها، اسمها ايه؟ اسمها الف جيم، واقول له الف جيم اس 2، 5 اس 2 25. بعد كده اخد أكيد الاتنين التانيين اللي هم الف ب اس 2 زائد ب جيم اس 2، 4 يبقى 3 اس سنين 2 زائد 4 اس 2 طلع يبقى زي مثلث. ب 25. طب لو الاتنين طلعوا زي بعض، لو متساويين يبقى نوعه ايه؟ قائم. طب لو اللي فوق أكبر من اللي تحت، أنهي؟ لو الرقم ده كان أكبر من اللي تحت يبقى نوع المثلث إيه؟ حاد لأ، لو أكبر منفرد. بص، هما 3 حاجات أهو. لو جبت ألف جيم، نفترض إن ألف جيم هي الكبيرة، بتساوي ألف ب زائد ب جيم. طالما دي بتساوي يبقى قائم. طب تاني حاجة، لو ألف جيم أس 2 أنا جبتها طلعت أكبر من المجموع، ألف ب أس 2 زائد ب جيم أس 2، يبقى طالما دي أكبر، علامة أكبر، يبقى منفرج. ولو ألف جيم أس 2 جبتها طلعت أصغر من المجموع، أصغر من مجموعهم، يبقى نوعه حاد. هما 3 حاجات، اتفقنا كده؟ في مشكلة؟ لا ماشي، تعالى ناخد بقى الجبر. هديك برضو سؤال يبقى حلو على التشابه. ماشي، بص يا سيدي، الجبر مشكلتنا في ايه؟ في الأسئلة اللي هي المعادلات الأسية، اللي هي دي، صح كده؟ ايوه صح. هي دي. طيب تعالى نبدأ بيها الأول علشان نحس إن إحنا إيه، نبدأ بالصعب الأول بلاش نبدأ بالسهل. نيجي كده التحليل، إحنا تمام في التحليل شوية. تعالى نكتبها، اكتبها الأول. 8 أس س في 9 أس س على 18 أس س بتساوي 64. سيبك من موضوع أوجد 4 أس س دي، يعني سيبك من دي لما نحل ده. لا، وكأنه بيقولك اوجد س. تمام، تمام. نكتبها يلا. عندي اهو اهي، صورها لك. إذا كان هاي 8 أس س في 9 أس س على 18 أس س، كل ده بيساوي 64. اوجد س. تفتحها يلا كتبناها. يلا، عايزين نقول بقى هنعمل ايه بالظبط فيها. احنا قلنا ده اختصر ان انا ببسط الارقام، ما ينفعش اروح اضرب 8 في 9. اقول له كده نعمل ثانوي ايه بقى؟ 8 هتكون 2 أس 3.
برافو، يلا اكتب. تعرف تكتب عندي هنا؟ تمام اكتب عن حضرتك. ماشي، او بص لو عايز تكتب عندك في الكشكول وتبعتهولي. ماشي، اكتب كده. أول حاجة أعمل كده وأقول له التمانية بقت اتنين بلس تلاتة سين، في التسعة بقت تلاتة أس اتنين برافو. سين، والتمنتاشر اتنين، لا لا التمنتاشر هنقول كام في كام، كم في كم يديك 18؟ صح، عشان ما فيش حاجة قصة حاجة. ممكن اتنين ثلاثة أس اتنين سين 18. كم في كم؟ 18 18 3 في 6، امسك لا كده، كام؟ في كذا حاجة زي ما انت ما قلت، 3 في 6 في رقم تاني، في رقم تاني، في رقم كتير. تسعة في اتنين 9 في 2. تمام، نعمل ايه بقى؟ 9 في 2 تنتظر الأزمة، يبقى السين هنا والسين هنا. لا، في خطوة تانية. ممكن أخلي 9 دي كام؟ زي ما خليت دي بالظبط. 9 ممكن أخليها 3 في 3، يعني 3 أس كام؟ 3 أس 2 يبقى شيل 9 دي وأعملها 3 أس 2، يبقى 2 سين. خلي بالك أنت هنا نسيت السين جنب الاتنين. خلاص بقى، كله 2 وكله 3. كنت ناسي تكتب السين هنا، السين بتاعت 9. يلا بعد كده ادي في، وهتاخد 3 واحدة و2 واحدة. لا انا هعمل له كده. هقول له اعمل حاجة واحدة، يعني هقول له ثلاثة مفيش على دي بقى. ايه دي؟ ايه دي؟ لا، ما بعملش الخطوة دي. ها، يعني ما بعملش هنا على. خلاص، لا، هو في 2 فوق وفي 2 تحت، يبقى اخد 2 هنا. ما بينهم في 3 فوق وفي 3 تحت، يبقى ادي 3 اهي. تبقى بالشكل ده، 2 في 3. انا همسحها اهو وانت اكتبها تاني لوحدك. اتنين واحدة 2 واحدة و3 واحدة جنب بعض. خلاص، احنا بنلغي علامة العلا دي بقى. خلاص، احنا بنحاول المسألة. خلاص، احنا هنقسم الثلاثة اللي فوق مع الثلاثة اللي تحت. وقلنا في القسمة بنعمل ايه في الأسس؟ الاسم المقص النقص. يلا، يعني هننقص اللي فوق الاتنين نكتبه هنا، واللي فوق الثلاثة نكتبه هنا. عايز كده، هقول اللي فوق التلاتة لما نقصناهم بعض طلع بصفر، يبقى اكتب فوق التلاتة صفر. صفر
طيب واللي فوق الاتنين لما تنقصهم هيطلعوا كام؟ دي سين ودي 3 سين، يعني بتطلع باتنين سين. برافو عليك. طبعا أي حاجة أس صفر بكام؟ أي حاجة صفر بواحد، يعني يبقى واحد هنا الناتج عندي اهو، يبقى الناتج عندي 2 أس 2 سين، 2 أس سين. طب هو أصلا طالب مني سين، قال لي هنا بيساوي كام؟ ها؟ أهي شو كم؟ أهو 64. هقوم كاتبة بقى بيساوي 64 في الآخر خالص، يعني أنا هكتب في الآخر كده 2 أس سين، ده اللي طلع معايا. هما قايلة بقى في الآخر بيساوي 64. خلاص بقت كده معادلة أسية. شوف ال 64 دي، هو هنا دي كام؟ دي 2، فأنا عايزة تبقى 2، يبقى شيل ال 64 دي وأشوف 2 أس كام عشان أقدر أجيب السين. تمام كده. تاني آخر حاجة عندي هي طلعت 2 أس سين في 1، يعني ب 2 أس سين. هو كاتب لي بقى في المسألة بتساوي 64، احنا هننزل نجرب 2 أس سين اهي، ونجرب ونشوف ال 64 دي 2 أس كام. يلا شوفها كده. نشوف. ستة 2 أس 6. أوه. تمام اهو 2 أس 6. بعد كده هتشيل مين مع مين؟ الاثنين مع الاثنين يبقى السين بكام؟ ستة. بس يبقى السين بتساوي 6 اللي صح؟ ما انا هعمله الاسم بيساوي الاصل، بيساوي الاصل. بس برافو عليك. طب هو طالب مني ايه بقى؟ بيقول لي هاتي 4 أس سالب س. خلاص ما انا عرفت ان س بكام. يعني سين بستة. بس اشيل الس منين واكتب 6، يبقى انا هجيب بالآلة 4 أس سالب 6 بالآلة. خلصت المسألة. تمام. سهل ولا صعب؟ لا سهل. على فكرة انت ابتديت تحله حلو عن الأول. طب يلا نحل بقى التحليل. يلا أول سؤال، 8 س أس 2 ناقص 50. 8 س أس 2 ناقص 50، وده فرق بين مربعين عشان دي أس 2، بس لازم ناخد الأول عامل مشترك عشان دي 8 ودي 5. 8 و50 يبقى القسم على كام؟ 58. بلع الاثنين 29. برافو برافو. خد الاثنين. طيب يبقى اقسم 8 على 2 والخمسة والخمسين على 2 برضه. يبقى أنا بقسم ده على 2 وده على 2. 8 على تمانية 2 هتبقى كام؟ 8 هتبقى يبقى أنا 4. بعمل كده. ماشي، يبقى أنا بعمل كده 2، أخد 2 بره وأفتح قوس. التمانية هنا تبقى 4، يبقى 4 س أس 2 ناقص، والخمسين تبقى كام؟ يبقى انا لما الاقي كده المفروض احلها فرق بين مربعين، بس التمانية ملهاش فرق ملهاش جذر. فانا بعمل ايه؟ بقسمها الاول على اشوف مين الرقم اللي يبقى القسم عليه. الـ58 طلعت بـ25. 25. يلا نحلل بقى القوس ده بقى كده. ده فرق بين مربعين، يتحلل كام قوس؟ فرق مربعين قوسين، قوسين. يلا نحلل قوسين. هقول قوس كبير وقوس صغير. قوسين قد بعض ماشي. تمام.
اهو ادي الاتنين اهي، وافتح قوسين. هتكتب في القوسين ايه؟ عندي اكتب عندك. خلاص هكتب محظوظ كده، هكتب له هنا سين وهنا سين، بعد كده قسم سين هتبقى 2 سين هنا واتنين سين هنا، برافو عليك. 25 كام في كام؟ 25، 5 في 5. برافو صح. والإشارات واحد سالب واحد موجب. برافو عليك. خلاص كده يبقى هنا 2 سين 2 سين، واحدة سالب واحدة موجب، هنا 5 و5. سهلة ولا صعب؟ لا صح. يلا السؤال اللي بعده. جيم أس 3 زائد 64. أول لما تلاقي أس 3 ده بيبقى قوس إيه وقوس إيه؟ قوس كبير قوس صغير. يلا قولي القوس الصغير هنعمل فيه إيه؟ لا كده تمام. القوس الصغير تكتب فيه ايه؟ هنضغط الزاوية هي والزائد، وهنجيب الجذر بتاع 64. الجذر جذر بتاع التكعيب. ها ثانية ايه 64 جذر التكعيب ال64 كام؟ ب 4، ب4 صح. بعد كده يعني القوس الكبير جيم في 2 ب ب 2 بجيم في 2 مراوح صح. دي تتقلب إشارة عكس صح دي زائد وهنخليها ايه؟ بعد برافو كده صح. بأربعة بأربعة جيم، برافو أقول له آخر واحد دايما بتكون زائد، معلش على الخط التعبان ده، وبعد كده هقول له 4 في 2 بتانية لا مش في 2، ما بنضربش 4 في 2. نفسها. في نفسه تمام لانه 4 في 4. ستاشر خلاص بس كده 4 في 4 ب 16. دايما بنضرب اخر رقم في نفسه في نفسه. اتفقنا؟ تمام طيب تعالى دي، عشان دي شكلها جديد شوية علينا. هنا بيقول لك تلت سين أس 3، اديني تلت سين أس 3 ناقص 9. أنا عايزة أروح التلت ده، يعني مش عايزة التلت ده يبقى موجود عشان أعرف أحل. فأنا عشان أمشي، يعني مثلا لما أجي أقول ربع، أنا عايزة الربع ده ما يبقاش موجود، فبعمل إيه؟ هقوم قايلة بالضرب في الرقم اللي تحت ده. مين الرقم اللي تحت ده؟ 4. بس فبضرب في 4. ليه؟ عشان لما اضرب الاربعة تروح مع الاربعة، يبقى لي 1. خلاص هو ده اللي انا عايزه، ان الاربعة ما تبقاش موجودة، الكسر ما يبقاش موجود. فانا عايزة الكسر ما يبقاش موجود، فانا اقوم قايلة بالضرب هنا في كام في المسألة دي؟ 4 لا مش 4 بقى، انا عندي هنا الرقم كام؟ استنى هكتبها لك في صفحة تانية. تلت
60 أس 3 ناقص 9. أشوف الرقم اللي موجود تحت هنا ده كام. ها ألو، 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 مش ليه يا أحمد؟ معلش يلا بس بابا من عليا. ماشي، لو اهو هو احنا هنخلص امتى؟ هكتبه تاني اهو. خلاص آخر سؤالين، هو فاضل لنا سؤالين وخلاص. هو السؤال ده واللي بعده انا اللي هحله اصلا. ماشي يلا، يبقى هنا هضرب في 3، بالضرب ثلاثة هنا في 3 وهنا هضرب في 3، عشان انا لازم اضرب المعادلة كلها في 3. لما اضرب ده في 3 خلاص، الثلاثة هنا هتروح مع الثلاثة يبقى 1. خلاص يبقى تنزل هنا سين أس كام؟ ثلاثة ناقص، بعد كده تضرب كام في كام؟ ثلاثة في تسعة 3 في 9؟ 21 لا، 7. 3 في 9 ثلاثة بكام؟ ب27 ب27. يبقى هنا يبقى 27. خلاص ده يتحلل ايه ده؟ ده هنفتح قوسين وهقول له سين هنا وسين هنا لا، ده أس 3. اللي هو قوس كبير وقوس صغير بس كده، قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير هقول له هننزل السين وننزل الطرد السالب و27 نجيب الجذر التكعيبي بتاعها الجذر التكعيبي بتاع 27 بتلاتة 3. أسيب له التلاتة ثانية أيوة ماشي، هيبقى سين ناقص 3. طب القوس الكبير أنا لسه كنت أكتب بس خلاص كده أحمد القوس الكبير هقول له سين سين باتنين سين ماشي، وبعد اسمها بسين ناقص 2 مش بتنين سين. ماشي، بعد كده ناخد السالب دي بإشارة معكرة يبقى موجب موجب، موجب كام؟ موجب موجب وثلاثة هقول له ثلاثة في سين ثلاثة في 3 س. سين بعد كده في موجب سين آخر بعد رقم، كده موجب بعد كده الثلاثة في نفسها بس يعني 3 في 3 تسعة ب9. خلاص بص يا أحمد، آخر سؤال خلاص أنا هقوله وخلاص. لما يقولي مستطيل طوله بيزيد عن عرضه بمقدار 4، مديك المساحة ويقولك ايه وجد بعديه، لازم أعملها هنا معادلة. يعني ايه الطول بيزيد عن العرض؟ يعني لو العرض مثلا س، طب الطول بيزيد عنه بمقدار كام؟ 4 سم يبقى اقول س زائد 4. يبقى الاولاني بيبقى س والتاني بيبقى س زائد 4. طب هنا مديني المساحة، هي مساحة المستطيل مش بتساوي الطول في العرض. أوه. هضرب دول ده في ده. طب لما نيجي نضرب لازم اضرب ده في ده وده في ده، يعني هتضرب س في س بكام؟ بسين أو سنين س ناقص 2 زائد س في 4 بـ4 سنين و 4 س.
بعد كده المفروض كل ده بيساوي 21. لا انا هدخل ال 21 جوه قبل يساوي واخليها ناقص، عشان هي كده بتزايد يساوي صفر، واحلها بقى معادلة قوسين. كام في كام؟ ب 21، وطرحهم 4. 3 في كام؟ 3 في 7. تاني لما يجي يقول لي مستطيل، اخر سؤال ده طوله بيزيد عن عرضه، يبقى لو العرض س يبقى الطول س زائد 4. طب هنا مديني المساحة، يعني المساحة بتساوي الطول في الايه؟ المساحة بتساوي الطول في الايه؟ الطول عرض. في اهو العرض. يبقى هضرب ده في ده. اهو طب لما نيجي نضرب، لا لازم اضرب ده في ده وبعدين ده في ده، يعني س في س س اس كام؟ 2 زائد س في 4 ب 4 س. بعد كده بقى هو كله بواحد وعشرين، لا انا هم قايله ناقص 21 بتساوي صفر، بحلها معادلة تحليل عادي. س وس ال21 3 في 7، والإشارة الأخيرة سالبة، الكبير ياخد إشارة اللي في النص والتاني ياخد إيه؟ عكسه. جريس اتفقنا كده؟ كده، ما قول تمشيش كده بتيجي. مش بعمل كده، إيه؟ مش بعمل كده ماشي، بقول صح. يبقى س بتساوي 3 صح؟ بقول يبقى هنا س لحضرتك انا بتساوي مدرس، 3. ماشي يا أحمد. وهنا س بتساوي سالب 7. هو ينفع يبقى فيه طول في مستطيل بالسالب؟ لا يبقى ده خلاص مرفوض، يبقى انا هاخد ده، يبقى س ب 3، يبقى ده ب 3، يبقى التاني هيبقى بكام؟ شيل ال س وحط 3، يبقى 3 و4 7، يبقى الاولاني ب 3 والتاني ب 7. اتفقنا كده؟ تمام. ماشي يا احمد، شوف عايزني ابعت لك جبر ولا هندسة تعمله النهارده، اللي انت ماشي عايزه. ماشي، ابعت لي بس انت عايز ايه. اوك ماشي تمام. ماشي يا حبيبي، يلا. عايز حاجة؟ بالتوفيق إن شاء الله، ربنا.